مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من حصتكم الأسبوعية عقلية دي زاد. موضوعنا لنهار اليوم سيكون حول تعدد الزوجات. ما نطولوش عليكم، يلا شاهدوا معنا آراء المواطنين في الشارع الجزائري. هو وتشو ما يغسلوش ويحوس تعدد الزواجات. الزوجة الدار راهي صعيبة والمرأة راهي صعيبة، كل المرأة كل الراجل، المسؤولية راهي صعيبة. ما حوسناش، ما قلناش الليكس، حنا رانا نضربوا بالمقلة. الوتش تاعو يدخل كيما داك تاع طومي جيغي، بتعرف يحير فيه هنايا. كان واحد البروفيسور هايل هنا، ما نعرف لا مازال وحي ولا مات، يحير فيه كيفاش يخيطو. كي يوقف قدام البارا يقول له واش دارت لك مرتك، يقول له ضربتني بالمقلة، يقول له مالتك، يقول لها براءة. راح اختي واش نقول لك، اللي كفيه ربي علاش ما يتزوج؟ راكي فاهمه؟ وكل اللي عنده الدار وكفيه ربي سبحانه، نزوج زواج حلال مليح زواج، راكي فاهمه؟ وكل اللي ما طاكش الزوج وحده، وكيما يقول لك صاحبي وحده وراح حصل فيها، واش راح يزيد الربعه؟ وراح يزيد دوز ايام ولا ثلاث ايام ولا الربعه؟ راكي تشوفي الجزائر كورونا، دراهم ما كاش، حالتنا حاله، الله يجعل خير. واش نقول لك اختي، اللي كافي ربي يا خويا بصحته، راكي فاهمه؟ واحده زوج ثلاثه اربعه، كيما يقولوا زواج نصف الدين هكذا. واللي ما كان فيش ربي يا خويا واش يقول، الصبر معاه. هذا واش راح نقول لك اختي، نافع غير يخطو تعدد الزوجات. على بالك وحده ماشي قادرين عليها، يقدروا على زوج وثلاثه، كيف يدير لهم؟ كاع يشكو من السكنه، كاع يشكو من الغلا، كامل الرجال يشكو من الضيق، كامل الرجال ماشي متزوجين، وين حاب يتزوج؟ غير هذه بوحده باش يتزوج ما كاش، يزيد التعدد، يجي يسكن عندها، انا ما يجيش يسكن عندي. نو، انا راسي وراس الطباخ، صح انايا مطلقه بصح ما عاودتش الزواج، عندي السكنه وكامل، ربي في بنتي راهي كبيره، يتخدم خدامه الحمد لله. بصح الرجال يحوسوا على تعدد الزوجات، واش يدير بها اصلا؟ هو ماهوش كافي روحه، تسيبهم ساعه تجوزي على القهوه يا بنتي. تصيب به تعرفي كي هو الله يبارك عليه بشناغ مو كامل، يروح يقول لهم خلصوا لي قهوه. يا ربي محل محل الربعه، ربي محل الربعه. تقدر دير تعدد الزوجات او لا؟ اذا كان ربي يا ربي يعطي مد الخير عليها، على هلا تزوج ربعه ورا مشكل، ربي محل الربعه ورا مشكل. يا والو يعني تقدر توفر طلبيات تاعهم وبدون ما تطلقوا الاولى والثانيه ولا كيفاش؟ كان لك ربي الخير، نقدر عادي كاع نورمال ورا مشكل، كاع حتى مشكل كاع. كان يا ربي مد الخير كيما نقول لك، نقدر ندير نزوج بربعه نورمال. بصح يا ودي احنا دروك حاليا حاليا واحده مازال ما تزوجناش بها، فهمتي؟ ايه باش ما يهملوش النساء وما يقعدوش يطايشوا، لازم يديروا ربعه. في السنه قالوا هكا، دي الاسلام قال هكا، بصح لي عدل ها باش المراه ما تقعدش هامله ها ولازم تتزوج. ها واش حتكون ردة فعلك لو كان الزوج تاعك يطلب منك يتزوج، يدير تعدد زوجات بدون ما يطلقك؟ ايه واش ديري، ما كاش المراه اللي تحب اللي تقبل الضره، بصح لازم واش يديروا. ها لازم هي اللي تقبل وترضى باللي كان عاد مسلمه وطافت باش تعامل هي جوزها، لازم يدير عليها حتى زوج مش ربعه، ما قالش ربعه اما زوج. ها كان الزوج تاعك يعني يحب يدير تعدد الزوجات، واش حيكون ردة فعلك بلا ما يطلقك؟ دبر راسو، كي يطلقني دبر راسو، بس حكى معايا والو، ما يديرش تعدد الزوجات برا، يدبر راسو. والشهرية حطالي في حجري، ما يدورو ما يديش، يدي قص دخان ولا كاين يتكيف حاشاكم، ولا قيس شمتو حاشاكم، قيس قهوتو، هذه هي. ما يبداش يدير لي مناني 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 منايا، يسقم روحو. رانا عايشين لابيل في، يتعوج يديكاج عند يماه. واش نهدر يا بنتي، الحالة اللي رانا فيها ولحقنا ليها، وزيد تعدد الزوجات والزواج وما كاش باش يزيد يعدد الزوجات. حالة حالة، ناه يزيد يتكسل عليك برا ويزيد يتكسل عليك في الدار، نضربو بمقلة على بالك، ما يسيبوش على بالك الخيال تاعو. كيما تاع طومي جيغي الوتش تاعو نبلاطيهولو على بالك، على تعدد الزواجات هذا. الطلابين الطلابين سيدي الطلابين يا بنتي، من حقك تزوج ربعة، كل واحد من حقه يتزوج بربعة،
ولكن بشرط انك تعدل، واذا تشوف روحك ما تعدلش ولا تما خلينا منها كاع، وماشي حاجه حرام ولا وشني تعلم الزوجه تاعك تكون على علم باللي انت راح تعاود تتزوج. ماشي كان الناس هم يزوجوا زواج عرفي وكانوا يزوجوا بتخبيه يخاف من المرت و... يا اخي الكريم ربي سبحانه حلل لك هذا الشيء، ماشي حرام ماكش راك، باسكو حنا الحرام انا نديروه نورمال والحلال ولا نديروه بتخبيه نو حاجه حلال. مي بون كيما انا زعما انا مجور اعوذ بالله من كلمه، انا وين نكتفي بمراه واحده تكفيني، باسكو انا واحده يعني احنا في الجزائر واحده ديجا يعتبر انجاز، واحده تكفي. مانيش معاه، ضد تعدد الزوجات، ضد هذه الفكره، باسكو تحبي واحد تحبي يكون ليك انتيا وحدك، ما تحبيش وخد اخرى تشاركك معاه. كان يطلب الزوج تاعك يدير تعدد الزوجات تقبلي او لا بلا ما يتلقاك؟ نو ما نقبلش، باسكو انا غيوره ونحب يكون ليا وحدي، ما نحبش غير فهمتي، ما نحبش وحده تكون معايا. يعني ما تقبليش؟ ما نقبلش جامي، يا نطلقو يا يكمل معايا غير انا. أوفية قناة الوطن وان تي في، كما شاهدتم معنا آراء المواطنين في الشارع الجزائري لموضوعنا لنهار اليوم، نلتقي الأسبوع القادم في موضوع جديد. سلام.